نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. خرج لبنان من تداعيات قبر شمون ونفض وحول البساتين وانتفض على سياق الحرن والحرد والنكد، وتوج الصفحة الجديدة بلقاء مصارحة ومصالحة في قصر بعبدة. تلته جلسة لمجلس الوزراء خلت من أي مواد خلافية ومهدت للانطلاق في معالجة الوضع الاقتصادي المالي وهو الأدق في تاريخ البلاد، وبالتالي لتوجيه رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي عشية زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لواشنطن، والتي يعول عليها لتفعيل الدعم الأمريكي للبنان، وستكون مناسبة للبحث في القضايا التي تتصل بالعقوبات، كذلك بمسألة الإرهاب وإلى تسليح الجيش والقوى الأمنية الشرعية امتدادا إلى ملف ترسيم الحدود. الأجواء الإيجابية الحالية أرخت بظلالها على خطب عيد الأضحى المبارك، والتي ركزت على الوحدة والتوافق والعودة إلى الهدوء، فيما لفت تأكيد البطريرك الراعي في معرض التثبيت أن السياسيين في لبنان خبراء في خلق العقد والتعطيل وحلها. في الغضون توقعت أوساط مراقبة للمرحلة المقبلة مسارا موازيا للمسار الاقتصادي الاجتماعي المالي الأمني القضائي، وهو مسار التعيينات وتفسير المادة 95 من الدستور وطرح تعديل قانون الانتخابات النيابية أو اتجاه طرح مشروع قانون جديد، مشيرة إلى أن هذه القضايا الثلاث في هذا المسار الموازي ستحدث تجاذبات بديهية، وإنما في سياق المنح الديمقراطي الذي يتميز به لبنان في شكل عام داخل هذه المنطقة المضطربة والتي تتنازعها خطط خارجية لتقاسم النفوذ على المستوى الدولي والإقليمي في الشرق العربي والخليج. في أي حال، إذا كان الهدوء ظلل أجواء عيد الأضحى في لبنان، إلا أن الوضع لم يكن مماثلا في اليمن ولا في الأراضي المحتلة، حيث عكرت قوات الاحتلال الإسرائيلي البهجة كما الصلاة مقتحمة المسجد الأقصى. أبى الاحتلال الإسرائيلي في أول أيام عيد الأضحى المبارك ورمزيته إلا أن يتماهى في ممارسته الإجرامية مع سجله الحافل بالإرهاب، فاقتحمت قواته باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، حيث تجمع آلاف المسلمين لأداء صلاة العيد، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المصلين، ونقل 14 فلسطينيا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بحسب ما أعلنت خدمة الإسعاف الفلسطينية. المصلون اعتصموا في المسجد للحيلولة دون اقتحام المستوطنين لباحاته، بحيث يتزامن عيد الأضحى المبارك مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل المزعوم. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ذكرت أن أكثر من 100,000 شخص أدوا صلاة العيد في رحاب الأقصى وسط نداءات للبقاء بداخله تحسبا لاقتحامه من قبل المستوطنين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء. بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بهذه العبارة هتف الفلسطينيون فجبهتهم قوات الاحتلال وأطلقت قنابل صوتية لتفريقهم، وأقيمت الصلاة بتأخير ساعة عن المعهود، وذلك بناء على دعوة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحام الحرم القدسي. في لبنان، شيخ وعقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في خطبة عيد الأضحى في عبي أكد على وحدة الموقف ووقف الاحتقان وعلى منعة القضاء، وتطرق إلى أهمية مصالحة الجبل. نؤكد بعد لقاء بعبدة على مدى الأثر الإيجابي العميق لوحدة الموقف، وعلى أهمية الحفاظ على وحدة الصف ووقف الاحتقان، والتمسك بالقضاء المستقل النزيه، وبحل كل الإشكالات بالحوار وبالتواصل والتفاهم. وإذ نشد على يد القيادة السياسية الحريصة التي أكدت أنها الضنينة على الحق بما لها من سعة الصدر ورجاحة العقل، فإننا نشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، كما نخص بالشكر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على الجهود التي بذلت لتذليل كل العقبات توصلا للحل الذي حصل لحادثة البساتين المؤسفة.
وليكن الأمر منطلقا لاستعادة الحياة الطبيعية الديمقراطية بعيدا عن خطابات الشحن والتوتير التي فجرت الأمور في السابق، وليكن الخطاب الوحدوي المحب الجامع هو المعيار في القادم من الأيام لكي نحمي اللبنانيين وننهض بلبنان إلى ما نريده من طمأنينة ورخاء وتقدم. أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي الذي كلفه المفتي دريان الموجود في الحج في مكة المكرمة إلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك في جامع الأمين أكد أن الطبقة السياسية في بلادنا تحتاج إلى أن تعود إلى إنسانيتها وإلى موازين الحق والعدل. أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي أما المصلين في عيد الأضحى المبارك في جامع محمد الأمين في وسط بيروت في حضور ممثل رئيس الحكومة الدكتور عمار حوري وحشد من الشخصيات السياسية الاجتماعية النقابية والعسكرية. الشيخ الكردي في خطبة العيد دعا الناس للتعامل مع بعضها البعض بأمانة وبالحق وبالرحمة وبالعفو وبالمسامحة قائلا: هذا أكثر ما نحتاجه في هذه الأيام، تحتاجه الطبقة السياسية في بلادنا أن نعود إلى إنسانيتنا وإلى موازين الحق والعدل، يحتاجه كل واحد منا في الموقع الذي أقامه الله عز وجل عليه في حياته. في أي موقع كنت فليكن شعارك الرحمة والعدل والمسامحة وحسن الظن والمعاملة الطيبة، هكذا كما ينتشر الشر في بقعة ثم يمتد ينتشر الخير في بقعة ثم يمتد، والفرق بينهما أن الشر يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وبعد إلقاء الشيخ الكردي خطبة العيد توجه والنائب السابق عمار حوري والعديد من الشخصيات إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث قرأ الفاتحة عن روحه ورفاقه الأبرار. وكان حوري قد اصطحب الكردي من دار الفتوى صباحا إلى مسجد محمد الأمين يرافقهما قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي في موكب رسمي، وقدم ثل من قوى الأمن الداخلي التشريفات في باحة المسجد. البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد في الديمان أكد، إذا لم نقل تثبت، أن السياسيين اللبنانيين خبراء في خلق العقد وفي التعطيل وبحلها. هذه بكل أسف حال رجال السياسة الذين تنقصهم الروحانية والقيم الأخلاقية والإنسانية والممتلئين من ذواتهم ويضعون مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار. هنا تكمن منابع النزاعات والخلافات والانقسامات والعداوات. لا نريد هنا أن ندين أحدا، فهذا ليس من شأننا، لكننا ندعو إلى الخروج من الذات كما يردد قداسة البابا فرانسيس، الخروج من الذات والقيام بالخطوة الأولى نحو الآخر والسير معا بحثا عن فرح الحقيقة والخير العام. الملك سلمان أعلن أن بلاده ترحب بضيوف الرحمن من دون استثناء قائلا: نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في حماية المقدسات والتضحية في ميدان الشرف. مليون حاج أدوا المناسك والشعائر والصلاة. الله أكبر ولله الحمد. توجه حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس أول أيام عيد الأضحى من مزدلفة إلى ميناء التي يؤدون فيها شعائر عديدة كرمي الجمرات والنحر وطواف الإفاضة. فبعد أداء صلاة فجر العاشر من ذي الحجة الذي يسمى أيضا يوم الحج الأكبر، غادر الحجاج مزدلفة التي قضوا فيها الليل وجمعوا من أرضها عددا من الحصوات متوجهين إلى منطقة ميناء حيث يرمون سبع جمرات، وذلك بعد أن كان قد أتم ضيوف
ضيوف الرحمن أداء أهم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فيما كانت الأمور التنظيمية في عرفات محكمة والتدابير الأمنية سارت وفق المخطط لها، حيث أدى كل الحجاج مناسكهم في ظروف ملائمة رغم حرارة الطقس. وكانت هيئة الأحصاء السعودية قد أعلنت أن عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها بلغ أكثر من 2,480,000 حاج، موضحة أن من بينهم نحو 1,855,000 حاج جاءوا من خارج المملكة. فقرة كبار من لبنان، الرئيس سليمان الفرنجي بيير البيع. سليمان الفرنجي الرئيس الخامس للجمهورية انتخب في العام 60 للمرة الأولى نائبا خلفا لشقيقه حميد، وأعيد انتخابه في 64 و68، وفي العام 70 انتخب رئيسا للجمهورية بفارق صوت واحد أمام اليسركيس. شهد عهده 7 حكومات، وفي السنوات الأولى من عهده شهد لبنان فورة اقتصادية كبيرة كانت السياحة عمودها الفقري. حمل سليمان الفرنجي القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة دون أن يتنازل عن سيادة لبنان بوجه الانفلاش الفلسطيني، فعارضته الحركة الوطنية مطالبة باستقالته، وكان ركنا من أركان الجبهة اللبنانية حتى العام 78، سنة الصدام الدام مع حزب الكتائب الذي قسم جبل لبنان لسنوات طويلة. رشح فرنجي نفسه للرئاسة عام 88 مع انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل. علاقات مميزة ربطت فرنجي بالرئيس السوري حافظ الأسد طيلة سنوات الحرب اللبنانية، فاعتبر الحليف الأول لسوريا. وفي 92 رحل سليمان فرنجي صاحب شعار وطني دائما على حق. الوزير السابق ميشيل فرعون شدد في حديث مع الزميل عيسى أبو عيسى على وجوب إكمال لقاء المصالحة في بعبدة بتفعيل العمل الحكومي ومعالجة القضايا الاستراتيجية بطاولة حوار. كيف تنظر إذا إلى لقاء المصارحة والمصالحة الذي حصل في القصر الجمهوري؟ وهل تنتظر هناك إيجابيات من خلال هذا اللقاء؟ اللقاء أكيد حتمي وكان ضروري نظرا لنقول الأزمة السياسية اللي كبرت وصلت وشعرت حتى بعض الضمانات اللي كانت، إن كان تسوية رئاسية، إن كان مصالحة الجبل، إن كان مصالحة المسيحية، إن كان موضوع الإنقاذ مالي، إن كان إصابة اللي حصلت للقضاء. فبعتقد من خلال هذا اللقاء برعاية فخامة الرئيس كان في لنقول صفحة جديدة، نفس الوقت اللي بدها تتحصن، لانه اللي مرة يعني عم بيشوف انه في وضع هش كان يعني بمرحله معينه بيتلملم برايي باعاده انطلاق الحكومه والتزام للاجتماعات، وربما ايضا بطاوله حوار اللي فيها يعني يكون في حوار دائم لبعض المسائل الاساسيه، ومنها استراتيجيه دفاعيه، ومنها المشاكل اللي هي عم تكون او عم تخلق اجواء صعبه، مع اكيد بعض الامور مثل ترسيم الحدود بالجنوب، مع ايضا الازمه الماليه اللي هي اصبحت كبيره. فكل الامور بعتقد انه بحاجه للتسويه اللي حصلت، المصالحه او اللقاء بحاجه لتحسين من جهه، بس اكيد كانت مهمه جدا نظرا للوضع اللي وصلنا له. ان شاء الله يكون في يعني من جهه اعاده انطلاقه للحكومه والاهتمام بشؤون الناس، لانه الناس اصبحت محل، وبدنا نقول مشاكل سياسيه بمحل، وبنفس الوقت كمان يكون في تحسين واستكمال للنقاش حول الامور السياسيه الكبيره اللي عم تخلق لنقول توتر كبير بالبلد.
بعد قداس وجدناز السنوية الأولى اللي راحت نفس مدير إذاعة لبنان الحر مكاريو السلامي بالقلاية على الجنوب، وقد شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني، أكد حصباني على إيجابية المصارحات على أن العبرة تكمن بحكومة فاعلة وبالتطبيق السليم، ورد على سؤال الزميل إدوار عشي بالنسبة إلى اتفاق مع الراب. مصالحات ومصارحات وأجواء إيجابية بهالبلد إن شاء الله ظلها سيدة على طول حتى نقدر نستمر وننطلق بالعمل الإيجابي، ما يكون في تعطيل للعمل الحكومي، لأنه كل الناس بحاجة لأن تكون حكومتهم فاعلة وحكومة إلى العمل عم تعمل. لذلك ما عندنا وقت نضيعه، أي مبادرات إيجابية وأي أفكار إيجابية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية علينا أن نبدأ بتطبيقها وليس الكلام عنها فقط. العبرة هي بالعمل والعبرة هي بالتطبيق، هيك تعاليمنا وهيك تعلمنا وهيك نحن بدنا نكمل. الروحية الاتفاق لم تذهب إلى أي مكان، هي ملك الناس يلي هن تقربوا لبعضهم وهن تصالحوا مع بعضهم، ما حدا في يأخذ منهم. شكرا. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الارتياح لمعالجة المشكلة السياسية الأمنية الأخيرة، وأشار إلى أننا نحتاج إلى حالة طوارئ حكومية لمعالجة الملفات العالقة، لافتا إلى أننا اليوم نعيش استقرارا أمنيا في مواجهة العدوين الإسرائيلي والتكفيري، لأن المقاومة أكملت طريقها بعد تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي من خلال ما قامت به في سوريا مع حلفاء سوريا وكذلك على الحدود وفي الداخل. حالة مطمئنة للاستقرار الأمن، ونحن دائما من موقعنا السياسي نحاول أن نعمم هذا الاستقرار الأمني على الاستقرار السياسي، وأن نسعى لمعالجة المشكلات التي تطرأ على بلدنا بالهدوء وبالحوار وبعيدا عن السجالات وبعيدا عن أي لغة طائفية أو مذهبية أو أي استفزاز. ولذلك نظرنا بعين الارتياح إلى معالجة المشكلة السياسية الأمنية التي نجمت عن حوادث الجبل، والمشهد الذي رأيناه هو مشهد على الأقل يعيد نوع من الاستقرار إلى الوضع السياسي، بموازاة أن تأخذ العدالة مجراها وفق الآليات القضائية المعتمدة في لبنان. مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي أما المصلين في جامع المنصوري أكد أن اللبنانيين محكومون بالتوافق وبالحرص على الوحدة الوطنية وعلى العيش المشترك وعلى السلم الأهلي، مستنكرا أساليب تأجيج الغرائز وزيادة الاحتقان بين مختلف الطوائف، داعيا إلى العودة إلى الهدوء والتعقل والعمل لوحدة الوطن وشعبه وكيانه. أما مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان صلاة العيد في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا بمشاركة الرئيس فؤاد السنيورة وعدد من الشخصيات، مؤكدا أنه آن الأوان ليكون لبنان دولة المؤسسات. آن الأوان يكون لبنان دولة المؤسسات، دولة العدل والعدالة، نحتكم جميعا على الدستور الطاعة المتمسكون به والمتفقون عنه، الذي عرف السلم الأهلي بين كافة اللبنانيين بكل طوائفهم وأحزابهم وانتماءاتهم السياسية والمناطقية، فيغلب منطق الدولة العادلة القوية والقانون الذي يرعى الجميع وفق اتفاق الطوائف لا الطوائف، لأن لبنان الدولة لا يبنى على المناكفات العبثية أو الحرب والخوف والتخويف والتحريض أو نفس الأمور الذي يعزز الانقسام والفرقة. أحيت الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان عيد الأضحى المبارك في مسجد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء
وكان لافتا للنظر على حشد غير المسبوق من مشايخ الطائفه في طرابلس وعكار من الفعاليات والمؤمنين الذين التفوا حول القائم برئاسه مجلس الشيخ محمد العصفور. وتحدث امام المسجد الشيخ علي سليمان عن وحده اللبنانيين وابناء الطائفه، داعيا المسؤولين الى الاستماع الى مطالب الناس برفض التمديد والتعيين، وناشد الرئيس عون ورئيس بري والرئيس الحريري تحصين المجلس ووحده الطائفه وتحقيق رغبه مجموعه ابناء الطائفه العلويه باقامه انتخابات شامله تحقق رغبات الناس. الحركه التجاريه في صيدا ليست بخير، وهاجس التجار خطر الإفلاس والإقفال. تعتبر صيدا مركز الثقل التجاري لمنطقة الجنوب اللبناني لكونها تضم أكبر التجمعات التجارية المالية المصرفية الصناعية والسياحية، ويوجد فيها نحو 3000 مؤسسة تجارية تعنى ببيع المفروشات والملبوسات والمواد الغذائية وغيرها من المهن المختلفة، إضافة إلى معالم سياحية جميعها تعاني من تراجع تجاري ملحوظ خلال الأعياد وقبلها بسنوات طويلة، وما ذلك إلى موجة الغلاء المتصاعد وحوادث أمنية تحصل من حين إلى آخر في وقت تبحث فيه جمعية التجار جاهدة عن مخرج يدعم هذا القطاع ويعيده إلى سابق عهده، أي إلى زمن الازدهار والعمل المتواصل. دمروا ولا صيدا، هني شو فرقين معهم؟ ما فرقين معهم شيء. الوضع كتير تعيس، نسبة التراجع تراجع 70% يعني ما في معاش، ما بعرف يعني في أزمة كتير كبيرة بالبلد، شهر ورا الباب والعالم تعبانه، وهلا بعد العيد في مدارس عدم، يعني 80% رايح من الاسواق الاقتصاديه، يعني نص على نص، يعني يلي يومين ثلاثه اشتغلناهم، بالاول كان تعيس، حركه اقل من عاديه، يعني اول الشهر كان في شويه حركه، قلنا بجمعه العيد اذا سحبت هيك بكون ان شاء الله هالشهر بعدل، اقل من عاديه صدقا يعني، وبدك هي اكبر دليل السوق، فيك تصور وتشوف العالم بنعدوا على الاصابع. التجار بدورهم يتخوفون من خطر الإفلاس والإقفال لمؤسساتهم ويصفون حالة التدهور الاقتصادي بالمخيف، مطالبين الحكومة إيجاد خطة فاعلة تدعم قطاعهم وتنقذه من الانهيار. أمام هذا التراجع الاقتصادي ومع كل عوامل المساهمة التشجيعية لدعمه، ليس في الأفق إلا مخاوف وهواجس وتحذيرات تفوق التطمينات أن الحالة التجارية في صيدا لا سيما في عيد الأضحى بخير، وأن حلم كل لبناني بات تأشيرة سفرا أو هجرة لتأمين لقمة عيشه. فعاليات منوعة في التقرير المحلي الآتي. افتتحت بلدية بكفية لمحيدفي بالتعاون مع جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت وبدعم من رئيسة البلدية السيدة نيكول جميل معرضا للوحات الفنية لأكثر من 50 فنانا تشكيليا من عمر 32 حتى 82 سنة في مبنى بيت المستقبل في بكفية. اللوحة اسمها Just in Mind، نحن صار بقية الضيعة بس بذاكرتنا، مبدئيا الضيعة اللي منعرفها حتى لو بعد فيها أبنية قديمة وصنوبر، ما عادت هي ذاتها اللوحة الضيعة. لسبب حطيتها بالأبيض واعتبرت إنه just in mind، إنه الضيعة هي بعدها بس بذاكرتنا، بينما طبيعتنا الأكوانية عم تحتضر. نحن كجمعية كتير فرحانين بمشاركتنا بهذا المكان القصر الحلو، لأنه بليق بالأعمال الحلوة وبيكبرها، وكمان منشكر البلدية على هالجهد اللي قدمت لنا إياه والتعاون اللي صار بيناتنا. ودائما أنا بقول من بعد كل هالأشياء الحلوة اللي عم تصير ببكفية، دائما بكفية في خدمة لبنان. أقيمت في مبنى المجلس العام الماروني في الكارنتينا قراءة لمناقشة كتاب امرأة تلامس الخيال للكاتب اللبناني ميشيل ناجي أبو راشد، وأدارت النقاش الزميلة محاسن حدارة، وشارك فيها كل من الدكتورة نتالي الخوري غريب والإعلامي وليد عبود والكاتب مروان نجار، وتمت مناقشة الرواية من نواحي نقدية وأدبية، وأبدى المشاركون في الحوار انبهارهم بفكرة أبو راشد التي تتعمق من ناحية فلسفية في داخل الواقع الخيال والحقيقة، وهي تنقص في الكتاب إلى ثلاث شخصيات بأوقات مختلفة. وإلى بيت الدين التي استذكرت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بأمسية أحياها عبد الشريف بحضور الرئيس السنيور الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغنائه للعندليب. أحييكم من جديد. في اليمن التحالف الذي تقوده السعودية يطلق عملية أولى، ويستهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدا للحكومة الشرعية
وينذر المجلس الانتقالي بعملية ثانية في حال عدم التقيد ببيانه. ذكر مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان اليوم أن تقارير أولية أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا وأصيب 260 في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد منذ 8 آب عند اندلاع أحدث موجة من المعارك. إلى ذلك تدخل التحالف الذي تقوده السعودية اليوم في عدن دعما للحكومة اليمنية بعد أن سيطر الانفصاليون الجنوبيون بشكل فعلي على المدينة الساحلية الواقعة جنوب البلاد. التلفزيون الرسمي السعودي ذكر أن التحالف استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية، وقال ستكون هذه العملية الأولى وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف، وأضاف لا تزال الفرصة سانحة للمجلس الانتقالي للانسحاب الفوري. الجيش السوري ينتزع السيطرة على بلدة ذات أهمية استراتيجية في إدلب، والرئيس السوري يؤدي صلاة العيد في جامع الأفرم. سرقت التطورات الميدانية في محافظة إدلب وخبر انتزاع القوات النظامية السيطرة على بلدة استراتيجية من يد جبهة النصرة الأضواء من أداء الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى في جامع الأفرم في العاصمة دمشق. وفي تفاصيل أول تقدم ميداني يسجله الجيش السوري النظامي منذ بدء تصعيده العسكري داخل إدلب منذ أكثر من 3 أشهر السيطرة على بلدة الهبيط الاستراتيجية بريف المحافظة الجنوبي بعد مواجهات مع جبهة النصرة، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال مديره رامي عبد الرحمن إن قوات النظام سيطرت على البلدة بعد معارك شرسة ضد هيئة تحرير الشام والفصائل. وتعتبر الهبيط بوابة للسيطرة على ريف إدلب الجنوبي وبوابة للوصول إلى مدينة خان شيخون والطريق الدولي دمشق حلب. هذا وأطلق الجيش النظامي عملية عسكرية في محور جديد في ريف حما في موازاة متابعة عملياته في الريف الشمالي الغربي للمحافظة، وقد بسط سيطرته على قرية مغر الحمام غرب بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي بعد مواجهات مع النصرة. شارك الآلاف في هونغ كونغ في احتجاجات اليوم في تحد لحظر فرضته الشرطة على خروج المسيرات في المنطقة التي تسيطر عليها الصين، مواصلين المظاهرات بعد أن أطلقت الشرطة خلال الليل الغاز المسيل للدموع. الاحتجاجات التي تزداد عنفا تعد أسوأ أزمة سياسية تشهدها هونغ كونغ منذ عقود، ما يمثل تحديا كبيرا للحكومة المركزية في بكين التي تتخذ نهجا صارما على نحو متزايد. الصين من جهتها حضت المملكة المتحدة على وقف تدخلاتها في هونغ كونغ بعدما أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اتصالا هاتفيا برئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ للتعبير عن قلقه حيال التظاهرات. ميراي وأنا من نشكركم في ختام النشرة ودمتم بخير. إلى اللقاء.